طب احنا معانا الكابتن عبد الحميد حسن ميدو. ميدو مشاكل، انا مسميه ميدو مشاكل. هو طول عمره عنده مشاكل. لا ده والله طيب جدا. عاوز ابلغك رساله بصراحه، مش عارف لما اتكلم عن رضا شحاته هتكلم اقول ايه ولا ايه. رضا عشره عمر يعني، صاحب واخ، ومن الشخصيات النقيه جدا اللي انا عرفتها في حياتي، من الشخصيات المميزه جدا اللي انا عرفتها في حياتي. حد طيب جدا، حد محترم جدا، كان لعيب كبير مخدش حظه في الكوره قوي، لكن سمع جامد جدا جدا مع النادي الاهلي وجماهيره، خصوصا في المباراه الشهيره طبعا، مباراه القمه 6-1. بسم الله الرحمن الرحيم. رضا شحاته كان هدف من احسن ما يكون هدف، يعني طبعا مهما نتكلم عنه كان حاجه في تاريخ النادي الاهلي، يعني حاجه مميزه وعملت علاقه كبيره جدا جدا بينه وبين جميع النادي الاهلي. رضا شحاته انا لعبت معاه في انبي ولعبنا مع بعض في الاتحاد، حد يعني زي ما قلت قبل كده انا بتشرف بيه دايما، وبتشرف ان انا عرفت شخصيه جميله زي رضا شحاته. كمان على مستوى التدريبي كمان رضا ما خدش حظه خالص خالص، سواء في الجونه او في الداخليه اخر حاجه مسكها، وموضوع مش عايز افتحه بصراحه يعني، بس نفسي ندي الفرص للشباب، ونفسي نعرف ان احنا الانديه اللي احنا بنمسكها احنا كشباب يعني مش مطلوب مننا ان احنا ننافس على الدوري، خصوصا في الامكانيات المتاحه. يعني مش عايزين ندخل في القصه دي، خلينا نتكلم على رضا، مدرب عنده فكر ومدرب طموح ومدرب بيلعب كوره جميله جدا وعمل نتائج كبيره جدا مع فرق كبيره زي اهلي وزي زمالك، وكان عامل نتائج كويسه قوي مع الجونه والداخليه. طبعا الدنيا كانتش احسن حاجه في العموم يعني، مش حاجه فنيه يعني. انا شفت طبعا مجموعه اللاعبين والظروف اللي مر بيها نادي الداخليه، ان شاء الله يعني يطلعوا من اللي هم فيه. ان شاء الله رضا يرجع يمسك فرقة ويحقق طموحه كمدرب. لكن بصراحة انتوا اخترتوا شخصية يعني مش يعني في بيني وبينه حاجات كتير جدا مش هينفع اقولها، لكن ممكن اقول لك ان رضا بعيد بقى عن الكورة وبعيد عن الصحاب، رضا طباخ مش طبيعي. معلش رضا لازم اقول دي بصراحة، رضا بعمل اكل يعني، انا بستنى رضا ان احنا نروح في اي مكان، نسافر في اي مكان علشان يعمل لنا اكل، ومبدع بصراحه في الاكل يعني. ربنا يوفقك يا رضا، وربنا يدي لك الخير لان انت تستاهل كل خير، وان شاء الله الجاي يكون احسن. وطبعا بتشرف ان انا عرفت شخصيه جميله زيك. شكرا جدا. قالك مش هقول، مش هقول، قال كل حاجه. قال كل حاجه. انت بتطبخ كويس؟ هنخش في في القصه دي والمقادير والكلام دي كلها. الشيف رضا شحاته حبيبي.